جميل، أحسن الله عليكم شيخنا. أخونا أبو محمد من المغرب يقول: أعرف كثيرا من أهل العلم يحلقون لحاهم أو يقصرونها، يريد نصيحة لهم يا شيخنا. أما مسألة الحلق فالحلق خارج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين أنه قال: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أوفوا اللحى. وهذا كله تأكيد لما ينبغي في اللحية من ألا يجحف بها الإنسان أو أن يحلقها. فالحلق مجافي، مجافات تامة للإعفاء والإرخاء والعفو والتوفير والإكرام. وأما إن كان ذلك لتهذيب ما خرج عن حال الاستواء فإنه لا بأس به، وقد قيده الجمهور بأن يأخذ ما جاوز القبضة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا القيد ليس لازما، بل هذا قيد تقريبي، وإذا أخذ ما لا يخرج لحيته عن حد الإرخاء والإعفاء فإنه لا حرج عليه في ذلك. وبه قال الطبري والحسن البصري، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.